مع بداية سنوات الحرب كثير من المؤسسات توجدت على الأرض واستمرت بالعمل الإنساني رغم كل الظروف والعقبات والتحديات اللي واجهتها. من هالمؤسسات مؤسسة سوريا بتجمعنا اللي كان إلى محطات كثير مهمة بالعمل الإنساني، ومع بدء العام الدراسي أكيد في جدول للأعمال محضرته لتكون على الأرض مع الإنسان ومع الناس ومع المجتمع المحلي. نحكي عن هي المحطات المهمة. معنا لبنى مسوح مساعد إداري في مؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لبنى. يسعد صباحك يا رب. أهلا فيك. يعني بالبداية أكيد مؤسسة سوريا بتجمعنا يعني دائما معطاء بكل الظروف وبكل الأوقات. اليوم مع بداية المدارس، مع بداية يمكن دخلنا لفصل الخريف وحاجتنا لبعض، تمام، شو عملنا ضمن المؤسسة؟ شو هي المشاريع يلي كانت بدي موشكو المحافظات السورية؟ يسعد صباحكم مرة تانية. نحن بتزامنا مع بدء العام الدراسي بشرنا بمشروع اسمه مشروع نبض الوطن. نبض الوطن هو كان بالتشارك مع مشروع جريح الوطن، هو بيهدف لتقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية لذوي الجرحى العجز الكلي وتحت الكلي. بلشت بدمشق وريف دمشق وصارت بكل المحافظات السورية. يعني قدرنا نوصل حتى دائما هذا كان الهدف في سوريا بتجمعنا نوصل للأماكن البعيدة. صحيح. فوصلنا للحسكة، لدير الزور، لحلب، لدرعا، للسويدة، فقدرنا نغطي يعني إن شاء الله نكون قدرنا نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال، خصوصي يعني كان عنا صراع أنه نباشر بهي القصة ونخلصها قبل ما تبدأ المدارس. طيب أكيد نحن نحكي عن محطات ومشاريع عم تقوموا فيها، في مجهود كبير، في جنود مجهولين عم يكونوا مستعدين دائماً مثل ما قلتي ليوصلوا لأكبر عدد المستفيدين. خلينا نحكي عن ترتيب هاي الأمور والخاطرة فينا نقول الزمنية اللي بتقوموا فيها لتوصلوا لأكبر عدد من المستفيدين. يعني مع كل سنة يمكن بتحاولوا توسعوا هاي الخارطة أكثر وأكثر. تمام. هلا نحن بصراحة قبل كل فعالية بيكون في مثل خطة، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك خطة زمنية قديش لازم ننهي، امتى لازم نبلش وامتى لازم نخلص. ففي تخطيط مسبق للموضوع، في جهات معينة نحن نتواصل معها بيحاولوا يزودونا بالقوائم، يعني مكتب شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، ممكن يعني اي شيء، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، هاي القوائم بيزودونا فيها، نحن بنتواصل معها، بنعمل دراسة وبنحط مثل يعني فينا نقول تخطيط مسبق لحتى نبلش بفترة معينة وننتهي بفترة معينة. تمام. لبنى، ضمن الخطط يلي عم تشتغلوا عليها غير تقديم القرطاسية، هل هناك دعم نفسي لأطفال ممكن كانت مناطقهم مدمرة، مدارسهم غير موجودة بالمنطقة، يعني تم مساعدتهم بإدباراتهم، نقلهم على مدارس، تشجيعهم بأنهم هن يروحوا على المدرسة ممكن ضمن قرطاسية، ضمن دعم نفسي؟ خلينا نحكي أيضا عن الدعم النفسي، قديش اليوم مهم لأطفال شافوا شيء لازم هيك ينمحى من ذاكرتهم لحتى يبنوا الأيام الجاي والمستقبل. صحيح. بعلمهم. بصراحة نحن مشروع نبض الوطن لما بلشنا فيه كان هذا الهدف. يعني نحن لما بلشنا نوزع قرطاسية نحن عم نركز، وبصراحة دائما مشاريع سوريا بتجمعنا يعني مصرة على أنه توصل لأكبر عدد من الأطفال وخصوصي الطلاب. يعني لما نكون معهم نحن، لما تشجعيهم على العلم، يعني خصوصي بهالوقت أنت بحاجة لهذا الجيل اللي بده يبني سوريا المستقبل. فلهيك حاولنا قدر الإمكان لما نوصل، لما تشوفي الفرحة على وجه الطفل وعم يفتح الشنطة، لما تحببيه بالعلم بالمدرسة أنه يحاول يرجع، هاي الفرحة كانت لنا أكثر منهم بصراحة. يعني في منهم ما كانوا داخلين مدارس، لما شاف الشنطة وهيك وعم يشوفها وعم ينبسط فيها، يعني هو اللي تشجع أنه حابب يروح على المدرسة. حتى تعطيكم يمكن تحفيز هاي الفرحة بعيون الأطفال، مسؤولية، نحن بترجع علينا أكثر منهم. يعني نحن الفرحة تبعنا أكثر من الفرحة تبعهم. طيب خلينا نحكي، دائما في عندكم محطات عديدة لكل فينا نقول حدث، يعني مع بداية العام الدراسي دائما بتكونوا مستعدين لتكونوا على الارض من اجل مثل ما قلتي لتوصلوا اكبر عدد مستفيدين، عشان القرطاسيه، لوازم المدرسيه. هلا كمان على باب فصل الشتاء اكيد في لكم تحضيرات، يعني عندكم مشاريع دوائي، تنفس، تحضير للشتاء. خلينا نحكي عن هي المحطات واستمرارها، يعني اهم شيء يمكن الاستمرار. بنشوف نشاطات مثلا بتواكب الحدث وخلص بتوقف، بس هيدا الحدث موجود بشكل سنوي، فهيك الاستمرار هو اهم يمكن جزء بهذا العمل.
تمام. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك في عنا مشاريع هي مشاريع مستدامه فينا نقول، يعني هي دائمه معنا لفترات معينه، مثل ذكرتي حضرتك مشروع دوائي. مشروع دوائي كان الهدف منه هو بغطي الامراض المزمنه، ضغط قلب، كوليسترول، ربو اطفال، السكري. فتوجهنا فيه بصراحه لكل شرائح المجتمع. هلا بلشنا اول ما بلشنا فيه بلشنا توجهنا للعائلات لكبار السن، العائلات الاكثر فقرا يلي ما لها معيل. هو بتستفيد العائله من الدواء لمده سنه بشكل مجاني، وكل شهر بتروح بتجيب ادويتها من الصيدليات اللي نحن متعاقدين معها. فهذا هلا بصراحه هو نحن بلشنا فيه دمشق وريف دمشق. الخطه كانت انه كمان نطلع فيه لكل المحافظات، بس رفع الادويه يعني الغير معقول اللي صار خلانا شوي نرجع نعيد النظر بس بالدراسه لنشوف كيف الطريقه اللي نقدر نوصل فيها للمحافظات. كمان مشروع تنفس، مشروع تنفس بلشنا فيه مع الكورونا تحت شعار معاش المرض. هو اعاره اجهزه توليد اكسجين بشكل مجاني بالكامل لكل المستفيدين بوقت كورونا. بوقت الكورونا تمام، اول ازمه الكورونا. فهو جهاز توليد اكسجين اعاره بشكل مجاني بالكامل لمدة أسبوع وقابلة للزيادة حسب التقرير الطبي وحسب حاجة المريض. حسب الحالة. تمام. حتى بالإضافة لبنى في سلال غذائية هي عم تتقدم لعائلات باستمرار، وممكن تتبدل العائلة إذا تحسن وضعها المادي. كمان خلينا نحكي، هل هي ضمن دمشق فقط ولا هي ضمن المحافظات؟ وشو هي الداتا يلي نحن بنعتمد عليها بالسلال الغذائية، وإنه خلص هي العائلة هي اكتفت، صار عندها معيل، كبر ابنة أم من شغل. تمام. صار إلى معيل، بننتقل إلى عائلة بحاجة أكثر. كيف نحن بنعتمد بآلية شغلنا على الداتا وعلى المعلومات؟ تمام. هلأ السلال الغذائية هي من ضمن مشروع نحن بلشنا فيه من أكثر من 5 سنوات اسمه على امتداد الوطن. على امتداد الوطن من اسمه أنه نحن نروح لكل المحافظات. الهدف أكثر من أنه هو في شيء نقدي وفي شيء عيني. العيني اللي هو الإغاثة مثل السلال الغذائية، فما تفضلتي حضرتك ممكن تكون كسوة صيفية، ممكن تكون كسوة شتوية، ممكن تكون حرامات، ممكن تكون يعني حسب شو نحن بنقدر نقدم. هلأ الهدف منه أكثر من أنه نقدم هو أنه نقدم لهم إياه ببيوتهم. يعني المحافظات طلعنا نحن لعندهم، مثل ما ذكرت قبل نحن حاولنا نوصل للبيوت البعيدة، للمناطق يلي ما حدا قبل قدر يوصلها، يلي ما حدا قدر يعني يقدر يوصلهم لو جزء من المساعدة. فنحن توجهنا لعندهم بكل المحافظات السورية. نحن تقريبا كل شهر أو شهرين عنا زيارة لمحافظة، فممكن حسب الحاجة ممكن السلال الغذائية، ممكن الكسوة مثل ما حكيت. هلأ الداتا نحن في عنا داتا بالمؤسسة موجودة من أول ما بلشنا، يعني إحنا قلنا 11 سنة على الأرض. صحيح. فمن أول ما بدينا الداتا موجودة. تمام. يعني في ناس بنعرف نحن إنه كونه نحن بزيارات دائمة لها بنعرف إمتى هي بحاجة، شو صار معهم. هلأ من ضمن المشاريع اللي حكينا فيها قبل كان مشروع بداية. مشروع بداية كان موجه لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. كمان من اسمه إنه أنت هو مشروع مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، بس إنه شيء بيعرف يشتغله هذا الجريح نقدر نساعده فيه، نفتح له هذا المشروع يكمل فيه حسب هو شو بيعرف يعمل. يعني في ناس مثلا شاطرة بتصليح الموبايلات، ممكن نفتح له هذا المشروع يقدر يكمل فيه ونحن مكملين معه انه وين صرت شو صار معك. يعني ايه بعض الاحيان تامين شغل. تماماً. يعني بتعطي دعم نفسي اقوى. تماماً. من انه ينعطى شيء عيني. صحيح. لانه انت عم تحاولي من شخص بحاجه لشخص يعني معطى تماما له وجود بهذا المجتمع. طيب خلينا نحكي، يمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه. هلا عمل الخير ما بيتوقف بسوريا، ايادي الخير البيضاء ممدوده دائما رغم مثل ما قلنا التحديات والظروف، الغلاء المعيشي الكبير وتزايد الاسعار بشكل مستمر. زيادة الأسعار إذا بدنا نقول عطت عليكم عبء، يعني صار في عندكم ضغط وعبء، لأنه كل سنة أنتم بتقولوا أنه نحن بدنا نزيد الخارطة المستفيدين، بس لما تزيد الأسعار أربعة بتحسي عم تقل الدائرة ولا لا؟ عم يكون في أيادي بيضاء عم تمد وعم تساعد، يمكن عم تكون إيدها بإيدكم بشكل مستمر؟ هلا هي أكيد عم تعمل عبء. عبء شو؟ عبء إنه نحن بدنا يعني نزعل إنه نكبر. صحيح. بدنا نعيد شوي دراسة بالموضوع. هلا الأيادي البيضاء أكيد الحمد لله موجودة، يعني مثل ما بيقولوا إذا فضيت البلد من الخير يعني معناتها ما عاد نقدر نكمل. صحيح. بلد الخير. صحيح. فلا أكيد أهل الخير موجودين، نحن يعني الداعمين سواء أصدقاء المؤسسة خارج البلد، ممكن هون من أهلنا وإخوتنا اللي موجودين هون. فالخير ما بيوقف، بس نحن هون شوي بنصير بنحاول ندرس بس الجدوى للمشروع اللي عم نبلش فيه، لأنه نحن بنحاول دائما نكون يعني عم نعطي الشيء اللي نحن بنرغبه.
يعني لما نحن مثلا الحقائب وزعناها، نحن مثل ما بنرغب لحالنا ناخذ احسن انواع، ما بيهون علينا يعني نحاول نعطي نوع مو حلو او نوع مو ظريف للاولاد. نعم. فهذا الشيء بس عمل علينا فكره انه نحن بدنا نرجع نعيد الدراسه بالموضوع لحتى نقدر نحدد الخطه اللي جاي. تمام. مؤسسه سوريا بتجمعنا يعني غنيه عن التعريف، غنيه عن التعريف بالعطاء يلي هي دائما بتطمح فيه. كل التحيه لكل الكوادر وللجنود يلي عم يبذلوا جهودهم لحتى يمكن يزرعوا البسمة والفرح والأمل ببكرة اللي جاية. شكرا كثير لكم، شكرا لجهودكم، لأفكاركم، لمشاريعكم المعطاء دائما. لبنى مسحنا نشكرك كثير، شكرا كثير لكم. وبدي أشكركم أنا قناة الإخبارية دائما مواكبيننا بكل المشاريع من أول ما بلشنا، ويعني نحن نعتبركم شريك معنا بعمل الخير، فشكرا كثير لكم. وإن شاء الله سوريا بتجمعنا دائما على المحبة إن شاء الله يا رب. وأكيد تحية لكل جنود المجهولين في سوريا بتجمعنا. 11 سنه من العطاء، ان شاء الله بنحتفل معكم بالسنه المية يا رب، ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله. شكرا، الله يعافيكم. شكرا لك.